موجز الظاهرات يأتيكم من قناتكم زير تشوب الرقمية، أهلا بكم. بداية، تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال الفترة الممتدة من 24 إلى 30 مارس 2021 من حجز كمية ضخمة من الكيف المعالج قدرت ب 16 قنطارا و 74.5 كيلوغراما في الحدود مع المغرب، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني. وحسب البيان ذاته، فإنه تم توقيف 33 تاجر مخدرات خلال عمليات متفرقة قامت بها مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف يقول مصالح الأمن. أعلنت الوزارة الأولى عن تمديد الحجر الجزئي المنزلي بداية من الفاتح من أفريل ابتداء من الساعة 11 ليلا إلى الساعة 4 من صباح اليوم التالي، وذلك لمدة 15 يوما إضافية. ويشمل هذا القرار 9 ولايات فقط، هي باتنا، بسكرة، البوليدة، تبسة، تيزي وزو، الجزائر العاصمة، جيجل، سيدي بلعباس ووهران. وفي خبر آخر، أعلنت المديرية العامة للضرائب عن تمديد آجال اقتناء قسيمة السيارات إلى غاية 29 من أفريل المقبل حتى الساعة 4 مساء. وكشفت المديرية في نفس البيان أن القسيمات متوفرة على مستوى قباضات الضرائب ومكاتب البريد، مضيفة في هذا السياق أن كل تأخر في اقتناء القسيمة بعد انقضاء مدة التسديد يؤدي إلى تطبيق الغرامة الجبائية المقدرة بزيادة قدرها 50%. دوليا، ارتفعت أسعار النفط اليوم الأربعاء عشية اجتماع مجموعة أوبك بلس في الوقت الذي يراهن فيه مستثمرون على أن المنتجين سيتفقون إلى حد كبير على تمديد قيود على إمداداتهم حتى شهر مايو المقبل. وأثارت أوبك بلس مخاوف بشأن ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا عالميا، وأن إجراءات العزل العام ستؤثر على تعافي الطلب على النفط، وفقا لتقرير صدر عن اجتماع لجنة خبراء تابعين للمجموعة. إلى شأن الرياضي، اجتمع أمس رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم خير الدين زطشي الذي ستنتهي عهدته في غضون الأيام القليلة القادمة بأعضاء مكتبه الفيدرالي. وحسب الصفحة الرسمية للفاف، فإن زطشي قام بعقد آخر جلسة مع الأعضاء أين شكرهم على مجهوداتهم طيلة المدة التي رافقوه فيها أثناء فترة ولايته على رأس أعلى هرم كروي في الجزائر. اللقاء كان كذلك فرصة من أجل التحضير لأشغال الجمعية العامة العمومية العادية المقررة يوم الاثنين القادم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية موجز الظاهرة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الظاهرة أسفل الشاشة. دمتم في أمان الله. بزاف من الناس يعانيوا من مشكلة صعوبة التنفس، وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة. البخاخة روزماكس السويسرية هي الحل لكل هذه المشاكل. تستعمل بخاخة عن طريق الفم أو بأقنعة عن طريق الأنف. البخاخة تعمل بلا حس وتحتوي على تكنولوجيا VIT. كل هذا في ايروسول روزماكس NB500 وايروسول روزماكس NA100، متوفرة في كل الصيدليات ومحلات البيع بالتجزئة.